مكملين ايضا لمقطع جديد لطائر يلتهم وجبة أكبر من حجمه، فكيف ممكن أن تتخيلوا راح يكون وضع هذا الطائر؟ يعني هو صغير يروح يأخذ وجبة أكبر من حجمه، فين راح تروح هذه الوجبة؟ هذا السؤال اللي كان في بالي أول ما شفت مقطع الفيديو، فخلينا نشوفه مع بعض اليوم ونحاول نفسر بعض الأمور الصعبة صراحة اللي ممكن تواجهكم. الواحد يأكل على قد أحسن له وأزين له، لا تأكلوا أكثر من حجمكم، لأنه أتوقع ما أعرف إيش راح يصير صراحة. إذا شايف بالله إيش رأيك محمد؟ والله هذا نهم، يعني يأكل أكثر من هذا. زي أنا ترى صراحة زي أنا كذا أكل كثير، بس الحمد لله يعني ما شايف أصلا أنت السمكة عالقة في ال ناشبة في حلقة. أيوة. بس عادي ومكمل حياته طبيعية، يعني ما عنده أي مشكلة. والله نعيش ونشوف من جد دائما في عالم السوشيال ميديا أشياء غريبة. والتغريدة الرابعة معانا تغريدة إنسان، يعني ما أدري كيف أوصفها، بس صراحة من الأشياء الجميلة اللي يعني كلنا نتفاعل معاها. هذه ولادة طفل، حديث الولادة مو راضي يترك أمه في أول ما أنولد، فالمقطع بنشوفه بعد شوي. صراحة شيء فيه حنية، فيه ما أعرف إيش أعبر صراحة، لأنه زي ما إحنا شايفين كذا يقول فكذا ماسك أمه يا ناس، فشايف شفت مرة أثر فيني هذا المقطع، إنه كثير ما نشوف أول ما ينولد البيبي على طول ياخذوه يبكي أو شيء، فهذا على طول حطاه على حضن أمه، وشوف كيف المسكة هي المسكة الحضن مو راضي يبعد عنها، وفي هدوء يعني ولا بكى ولا صرخ، في هدوء تام سبحان الله مستمتع كأنه حاس بالأمان، يعني أخيرا خرجت للدنيا ولقيت حظنك يا ماما. والله ودي أقول من أجمل المواقف صراحة، ودي أقول لها أنت لسه حتكبر وتشوف، اصبر لسه الخير جايك اصبر. بس صراحة من أجمل المقاطع اللي ممكن نشوفها على السوشيال ميديا، ونحن أكيد مكملين معاكم في خدمات مميزة جدا والعناية بكم، وخدمة جديدة توصل لكم إلى باب البيت. تفاصيل راح تكون بعد الفاصل.